got it so badly. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا زي ما تعرفون روكستار مهووسة بالمركبات الفضائية والفضائيين وأشياء الفضائيين، يعني تقريبا معظم ألعاب روكستار فيها يعني فضائيين أو مركبة فضائية أو بعض التلميحات للفضائيين، وتحديدا سلسلة Red Dead Redemption 2 وسلسلة GTA يعني كانت مليانة بإيستر إيجز الفضائيين والمركبات الفضائية. فإن شاء الله في مقطعنا اليوم راح نغطي جميع المركبات الفضائية في لعبة Red Dead Redemption 2، فيلا نخش في المقطع. طبعا أول مركبة فضائية راح تكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالقرب من مدينة الفالنتاين. طبعا لما تيجي للمكان راح يكون بهذا الشكل، عبارة عن منزل أو غرفة صغيرة، واللي ظاهر على المكان إنه مهجور وحالته حالة وما في أحد جاء لهذا المكان من فترة طويلة. طبعا لما تخش لداخل هذا المكان راح تحصل شيء غريب جدا، راح تحصل مجموعة من الأسرة، وفي هذه الأسرة راح يكون في مجموعة من الهياكل العظمية والجثث، واللي ظاهر على هذه الجثث إنه لها فترة طويلة جدا في هذا المكان لدرجة ما إنها تحللت زي ما تشوفون. في شيء غريب جدا حدث في هذا المكان. طيب في هذا المكان راح تحصل شخص أو هيكل عظمي موجود في منتصف الغرفة زي ما تشوفون، والظاهر إنه هذا الشخص هو المسؤول عن بقية الأشخاص في هذه الغرفة، يعني واضح عليه إنه شخص مهم نوعا ما. طبعا هذا الشخص أو الهيكل العظمي راح تحصل عنده رسالة، ومحتوى الرسالة راح يكون مهم وراح يعطينا يعني نبذة عن الشيء اللي حصل هنا. تعالوا نشوف الرسالة سويا. إنه هذا الشخص الجالس كتب هذه الرسالة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وموضوع الرسالة راح يتكلم عن الرحالة والمنقذ كاكوابا، والرسالة وصفت كاكوابا إنه رحالة يتنقل بين العوالم والأزمنة، وأيضا تم وصفه بأنه يملك سفينة أو مركبة ضخمة جدا يتنقل بها بين العوالم والأزمنة. وهؤلاء الأشخاص اللي في الغرفة كانوا منتظرين إنهم ينتقلون مع كاكوابا عبر الأزمنة والعوالم، وإنه ينقلهم للمكان الموعود على حسب نص الرسالة، واللي ظاهر لنا إنه خوينا كاكوابا سحب عليهم ولا جاهم ولا أي شيء لدرجة إنهم تحللوا وصاروا هياكل عظمية، فممكن إنها تكون كذبة أو خدعة أو حاجة زي كذا. طبعا أهم ما في الرسالة بدايتها إنه هذه الرسالة انكتبت الساعة 2 بعد منتصف الليل. طبعا حنا راح نجي لنفس المكان الساعة 2 بعد منتصف الليل، وطبعا لما تجي الساعة 2 بعد منتصف الليل وتخش للبيت راح يصير شيء غريب. طبعا زي ما شفتوا اول ما خشينا للمكان راح تداهمنا المركبة الفضائية. طبعا المركبة الفضائية حجمها جدا جدا ضخم زي ما تشوفون. طبعا المركبة الفضائية راح تستمر من الساعة 2 الى الساعة 4 صباحا،
وبمجرد ما يطلع الصباح على طول راح تختفي هذه المركبة الفضائية. طبعا المركبة ما تسوي أي شيء يعني كبير أو إنها يعني تنزل فضائيين أو حاجة، فقط راح تدور على المكان زي ما تشوفون، وهي مطلقة هذا الشعاع على المكان. طبعا هذه المركبة الفضائية تحس إنها جات لهذا المكان تحديدا عشان تسوي حاجة معينة، فإيش هي هذه الحاجة؟ طبعا هذه المركبة الفضائية وهذا المكان ترى مستوحى من قصة حقيقية فعلا لأشخاص انتحروا في غرفة صغيرة ظنا منهم إنهم راح ينتقلون لعالم آخر، أو إنهم راح يتنقلون عبر الأزمنة، أو تحديدا إنهم راح يروحون عند الفضائيين وراح يتنقلون بالمركبة الفضائية إلى الفضاء. فروكستار جمعت بين الأحداث الحقيقية وهوسها بالمركبات الفضائية وسوت لنا هذا الإستر إيج الرهيب. يعني فعلا هذا الشيء حدث في الحقيقة، وروكستار استوحت من هذه القصة هذا الإستر إيج وسوت لنا هذا المكان وهذا الجثث، وإنه المركبة الفضائية كأنها تجيهم عشان تأخذهم. صراحة شيء رهيب جدا ومحزن في نفس الوقت. فهذه هي المركبة الفضائية الأولى. المركبة الفضائية الثانية راح تكون بالقرب من جبل الماونت شين، وتحديدا هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي. وعشان تظهر لك هذه المركبة الفضائية الثانية لازم تكون في قمة الجبل، ولازم تكون ايضا في هذا المكان بعد منتصف الليل، وتحديدا ما بين الساعة 1 صباحا الى الساعة 3 صباحا. اوكي طبعا زي ما شفتوا نزلت مركبة فضائية من الفضاء ونزلت بشكل سريع جدا. طبعا المركبة الفضائية الثانية تفاصيلها أوضح من المركبة الفضائية الأولى، يعني هنا نقدر نشوفها بشكل واضح ونقدر نشوف تفاصيلها من ناحية اللمبات والأنوار وزي كذا. صراحة شكلها جدا رهيب وفخم. طبعا المركبة الفضائية ما راح تسوي أي شيء كبير، فقط بين فترة وفترة راح تطلع فوق وتنزل تحت، تطلع فوق وتنزل تحت فقط. طيب خلونا نسوي عليها بعض التجارب. أول تجربة راح نطلق عليها بالرصاص المتفجر. طبعا زي ما شفتوا لما طلقنا عليها يعني انفجرت نوعا ما، او خلونا نقول راح تنطفي انوارها وراح تنفجر انوارها زي ما تشوفون، وراح تصير سودة بالكامل. وايضا لما طلقناها بالرصاص المتفجر المركبة الفضائية على طول يعني هربت وطلعت فوق واختفت بالكامل زي ما شفنا. طبعا جميع المركبات الفضائية في لعبة Red Dead Redemption 2 تروح في الصباح، لكن في شخص معين أطلق على هذه المركبة الفضائية بالرصاص المتفجر، واللي صار له أنه المركبة الفضائية ما راحت حتى بعد ما طلع الصباح. طلع الصباح والمركبة الفضائية موجودة زي ما تشوفون. صراحة شكلها جدا جدا غريب في الصباح. وهذه هي المركبة الفضائية الثانية. طيب في أحد الأشخاص ادعى أنه حصل مركبة فضائية ثالثة وإنها ما تظهر إلا في ظروف معينة، وهذه المركبة الفضائية راح تجيب مايكل دي سانتا بطل لعبة جي تي اي في الى عالم Red Dead Redemption 2، لكن الموضوع كله طلع فبركة وكذب وعندنا فقط مركبتين. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن المركبات الفضائية. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هد من الفضائيين يدمر لكم الجبهة تدمير شامل.
كامل. يلا سلام عليكم.